وما يبيش كل شيء ملزم في شيء غير تلزمش فيها نكبش حسب بس ممكن انه اذا حدا مسكها فمهاش يعني مش كل اشياء سرية في اشي ثاني انه كمان بلزم اظل اعمل لوك يعني اخزن نسخة ارشف نسخة مرات صح؟ على الكويري وعلى الريسبونس لانه اذا في حدا لعب اذا في حدا غير اذا في حدا انكر اذا اذا بس هذا كله صحيح كمان الاهم من هذا كله خلينا نقول في بسموها شيء بسموه الانتجريتي الانتجريتي انه في مسج بدها تطلع من هون يجي هون تلعب من من المواصله راحت على الصحه في ثلاث شروط لازم تتحقق اذا تحققت بنقول صار عندنا سكين اول شيء هاي الوزاره استلمت الرساله قالوا المرسل طلع قالوا المرسل وزاره المواصلات اول شرط كذا لا يمكن انتحال شخصيه المرسل باي حال من الاحوال لا يمكن انتحال شخصيه لا يمكن انتحال شخصية المرسل هاي أول شرط الشرط الثاني إذا أنكر المرسل إنه أرسل هاي الرسالة هناك ما يثبت ذلك إنه لا هو اللي يعني بالمحكمة لا نقدر نثبت عليه إنه المرسل الشيء الثاني الشرط الثاني حنشوف كيف مهم هلا احنا نحط شروط الشيء الثالث لا يمكن تغيير نص الرسالة من طرف طبعا انا ما بحكيش على انكريبشن هون بحكي على ثلاث شروط بسموهم شروط الانتجريتي ها شروط الانتجريتي هون شو هي لا يمكن لا يمكن انتحال شخصية المرسل لا يمكن للمرسل ان يمكن ان يمكن ارسال هاي الرسالة ثلاث لا يمكن تغيير نص الرسالة بالطريق يعني الرسالة الموجودة فيها الصح هلا هاي غير الانجلش يعني هاي معناتها هاي الرسالة قد تكون مفتوحة هذا اللي بنسميه مش هذا هو اللي بنسميه خير يختم عليها يعني هذا بسموه التوقيع الالكتروني التوقيع الالكتروني اهم شيء فيه محقق الانجلش هلا بغض النظر عن الحال انا هون بحكي افكار بس انا اللي كنت اول مرة اول ليفل فيه الانفراستراكشر الليفل الثاني ناخذ بعين الاعتبار سكيورتي يعني مدينا سلاك وسلاك سكيور خلصنا؟ ما خلصناش لا هلا بدنا نبلش نشوف نحكي مع بعض هلا بدنا نبلش نحكي مع بعض بعدنا شوف يعني نبلش نحكي مع بعض وين المشاكل؟ لغة تفاهم بدون ما نفهم أول شيء بدنا نفهم على بعض إنه لما تودي لي داتا مسج أول شيء ليش توديها مثلا فورمات معين انا ما عنديش هذا الفورمات ثاني شيء لما تودي لي قد انا اكون اصلا متعارض معك اداريا يعني انت مش مفروض تبعت تراسل يعني مثلا قد انك تكون لي مثلا بعت لي لا الانظمه الاداريه نفسها زي مثلا كيف الورك فلوس الورك فلوس الورك فلوس بمعنى انه اضرب مثال احسن شيء نضرب مثال قد انك انت بتقول لي روح جيب من وزاره الصحه فحص نظر ثاني المفعول وسال المفعول بالنسبه لك معناها شهر بينما سال المفعول بالنسبه لوزاره الصحه سنه او يوم يعني الانظمه الاداريه غير متجانسه لانجاز خدمه ما فلازم هون كمان لازم نتفاهم أنظمتنا الإدارية لازم تتنمى، الشيء الثاني الغير هيك إنه بمعنى اللي موجود في الداتا مسج المسميات النيمينج المسميات المعاني هاي المسميات تركيبة البيانات لازم تكون متعارف عليها المسميات ومعانيها لازم تكون متعارف عليها، تركيبة البيانات لازم تكون متعارف عليها، يعني تركيبة البيانات أنت بتودي لي XML في على الادرس بس انا الستركتشر تبع الداتا
مش هيك مش هيك بقبله مش هيك بفهم. طيب والبرمجيات ففي في اشياء كثير. هلا بعدها طيب بدينا السلاح. السلاح محميه واحنا عم نفهمها مع بعض. شو ضل؟ لحظه بقول لك لحظه شوي. واصلا مسموح لك قانونيا تحكي معاه؟ ايوه طبعا. اه فبيجي الاطار القانوني انه جميع الرسائل المتبادله المقبوله قانونيا. حكت لي القانون الغلط كيف؟ يعني مش مهم انك حكت هاي الاشياء. قال انه القانون ما بيحميك. اقول لك مش بس هيك. بعد ما مدينا سوينا كل شيء قد اجى على باب وزاره الداخليه بتقول كلكم دوك سيكس. لحظه شوي بنط وزير المواصلات وزير الصحه وكله له هي ومن حقك تبقى في السيرفيس؟ قول له ما من حقك ورجيني القانون بيمنع. لحظه ورجيني القانون بيمنع. ف طيب البيانات اللي بتنقلها هل من حقك يا عمي انت يا وزاره الداخليه تودي بياناتي انا كمواطن لوزاره الصحه؟ لا مش من حقك. وشيل بيانات انك توديه او بجوز من حقك تودي الاسم الرباعي ورقم الهويه بس من حقك تودي اشياء اخرى شو دخلوا مصر الصحه مثلا. ففي اشياء كثير. هلا عشان ارجع لكم انا وخليني احكي لكم هلا. طيب شو ضل؟ مدينا سلاح والسلاح محميه واحنا فاهمين على بعض والقوانين بتنظم عملنا ما خلصناش. غير اللي بسميه البوليسي. طب شو نقدم الخدمات اول شيء؟ شو الخدمات اللي نقدمها اول شيء؟ هل نضرب نعطي المواطن يعني هل نعتبر الاجانب نقدم لهم خدمات؟ الاجانب اللي بيعيشوا في البلد؟ المقيمين اللي بيعيشوا في البلد؟ هل نقدم خدمات لفئه الشباب ولا فئه الصغار ولا فئه الكبار ولا شو الخدمات اللي اصلا نقدمها؟ احنا فلسطين هل نحط اللاجئين ناخذهم بعين الاعتبار ولا لا؟ وا 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 يعني قد بدنا نسمح في مثلا اشتراط الاراضي وبيع الاراضي على الورق بس الكترونيا قد ما نسمحش فيه. هلا حتى لو القانون بنظم عمل هاي الخدمات الكترونيا بلزم لصانع السياسي الكبير يجي ويحكي واضح؟ بس اعطيكم نظره ما تم انجازه وما لم يتم انجازه. في فلسطين تم انجاز الشبكه الحكوميه رغم بعض الملاحظات او التعليقات اللي سمعتها انه في انه لا مش في سكيور ولا مش سكيور ولكن تم انجازها. ايوه اثنين امن المعلومات لم ينجز في اي شيء للاسف. للاسف الانتروبرابيلتي في عندنا لجنه اللجنه الوطنيه للتبادل البيني مضبوط تمام وانجزت شيء اسمه زنار اللي هو في كل المواصفات والمعايير اللي هو زنار ضد بي ان اي ضد بي اس. تم انجاز زنار ما علميش معناته هذا الطريق بس هم ست وزارات يعني العمليه مشت مشت مليح بس لم يتم ايه ولا عمره اصلا بينتهي العمل منها، يعني هي اتس ان اوبن اندد بروسيس، يعني لدرجة انه الكل بيستعملها بلد. احنا فكرنا بس الست وزارات تستعملها، طلعوا مثلا البلدية رام الله حكولة كمان زنار بيعرفوا في الخدمات اللي موجودة كذا. زنار باختصار باختصار شديد جدا اللي هو الانطولوجي بتاعت الحكومة الفلسطينية الكينونات الكينونات زي يعني كيف القدس الستاندرد كودز في الوقت الفلسطيني هاي اثار انت مواصفات المقاييس هاي الستاندرد كل اسماء الدول اسماء العملات المتبادلة اسماء المحافظات الجنس البشرية الديانات كل واحد بياخذ كود بتهجئته بالعربي بالانجليزي و و و يعني بعد الشركات بتستعملها هذا هو الستاندرد الفلسطيني خلص ما فيش شيء ثاني
تقدير يعني انت مثلا بدك تعمل في شركه حتى لشركتك يعني مش بس هذا الوزارات معنا حتى في شركتك او خلينا نقول وزاره بدك تودي لوزاره لازم تودي مش بال 3-3 لازم تودي حسب شو بيكون الستاندرد الفلسطيني مش مهم تغير انظمتها جوا ممنوع بدك تغيره ولا شيء جوا بس لما بيطلع من باب دارهم من باب دار المستقبل لازم شو اللي ينكتب؟ تنكتب الاشياء بالكود الستاندرد انجاز التعامل العناوين صار في شيء اسمه ادرس سيرفر لا العناوين فلسطين لتعريف العنوان صار في لانه لازم مش لازم كل واحد مسجل في وزاره وكل وزاره بتاخذ عنه عنوان والعناوين كلها مختلفه من واحد لواحد مش بس العناوين مختلفه الفورمات تبعها مختلف طبيعه المعلومات اللي بتخزن عنها مختلفه واو 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 وفي الانتولوجيا الفلسطينيه في اشياء كثير يعني انجاز التعامل طيب الاطار القانوني الاطار القانوني الفلسطيني لعلمكم انه مش في انه مش فيش شيء لا انا ضد انه كلمه فيش شيء لا في العاب في هلا احنا كثير عن الموجود لا ولكن تم صياغه مسوده النظام عن قانون التوقيع الالكتروني والمعاملات الالكترونيه اسمه وتم ارساله للتوقيع للسامي وهل وبالذات انه حدا يعني محاميين حكوا لي انه في كثير من القوانين الموجوده كمان يعني بتسد الفراغ بس لسه احنا فلسطين بدنا كمان على الاقل في قانونين مهمين جدا جدا اللي هو قانون البرايفسي اند داتا بروتكشن وقانون بسموه الاوبن قانون الانفورميشن سيستمز يعني قانون قواعد البيانات الموجوده بالوزارات لانه مش كل وزاره بتخزن يعني حاليا كل واحد بلم داتا زي ما بده كل وزاره عمل تنظيم هاي العمليه بده قانون طيب سوري هلا بالبوليسي في برضه في مسوده بشيء مشروع من الاو اي سي دي بصراحه انا بقول ضايل شغلتين ناقصات في الموضوع ضايل اول شيء عندنا فلسطيني اللي هو السكيورتي فريم ورك مش معمول مع انه مش لانه مش خبرات اعتقد مش هذا السبب الكبير بعرفش ليش شكله ما فيش واحد بده يحمل الراي وينجز الموضوع ويدعس فيه ما بعرف وكمان الشيء الاخر انه هلا صار في عملية فهم مشترك عند الجميع في بعض القضايا اللي بتشبه هاي. وأنا بعتقد إنه يعني قد تكون شوية تمويل بس إحنا على أبواب إنه يصير في عملية إمبلمنتيشن كاملة شاملة لكل هذا الكلام. وصار هلا في عمليات ربط بالمناسبة في عمليات ربط بين الوزارات. مش بجوز بهذه الصورة اللي أنا شرحتها الصورة الوردية بس بصور ثنائية بنسميها. يعني وزارة الداخلية بتعطي وزارات كثيرة بيانات. شاشات عم يعطيتهم هي عبر شيء حاطين عنده معطين شاشه يعني اكسس يعني يوزر داخل الوزاره معطين سي دي معطين عاملين باك اب في سيرفر احد الوزارات الفلانيه يعني هلا الشرطي الفلسطيني لما يوقف طلع السياره على اللاسلكي بيكون ايش؟ طاحت الشرطه بتصل على المواصلات الداخليه بجيب المعلومه الشرطي هو طبعا هنا مش كله مانوال يعني هو الشرطي بيتصل على مركز الشرطه بس الشرطي اللي قاعد في مركز الشرطه برنامج تبعه بيحكي مع ثلاث جهات مع الشرطه مع الداخليه مع المواصلات ففي عمليات ربط في اكثر من هيك يعني بعرف الصحه كمان مواليد الوفيات يعني في اشياء كثيره بديش انا صراحه اعمل تصريحات بس في اشياء كثيره بس هاي اشياء ثنائيه انجزت في اي سؤال؟ سوري انا كنت عليكم. ليه؟ حكيت هاي النقطة قبل شوية انه هو البلد البلد اللي قاعدين بين لما بخسر انه هناك السؤال انه بعد هاي الدورة شو الاول شو النكست ستيب فانت لما حكيت انه السكيورتي ما فيش حدا بيخدميش حدا بيشتغل فيها يعني المشروع كله احنا هون بنبني كباسيتي بيلدينغ لكن عشان تم الوقت الثمار المرجوه من البروجيكت لازم يكون في جهة اللي هي تاخذ الليد انها تو كنترول اول اوف ذيس ايتم تو بي امبلمنتد عشان نطلع في سوليوشن
انه مش بس انه عملت كبست بندي وبالنهايه جهود تضيع او استفدنا بشكل شخصي او فردي او موزع اللي ما بيعطينا الثمره صحيح المرجوه. فهذا سؤالي، هل في جهه راح تتبنى انه تمريض او تريد هذا البروجكت عشان نصل للمراحل النهائيه منه؟ باي صوره من الصور؟ يعني معنى اخر سؤالك يعني وين راح ينتهي السكيورتي؟ مو لازم تكون حلال يكون في جهه سكيورتي في كل شيء. لا شوف في كل شيء عم توزع حتى يجمعها. لا لا هلا طلع مليح ما دام في اشياء من فوق لتحت، هذا بيزبط في بعض الدول زي استونيا زي البحرين. البحرين بلد صغيري عندهم ملك، الوزير اللي بيشتغلش منيح بضربوا كفه بقولوا روح. بس بزبطش يعني لو يتسلى ابو مازن وسلام فيار وزير كذا وزير كذا عليك وانت تشتري الاي تي وترد عليهم، انا بعطيك بعطيك تصريح انه ما بردوش عليهم. في بلادنا في فلسطين تحديدا دولي مش من فوق لتحت، مش ملكي تفكيرنا هيك. او 10 بردوا ورقم 11 بوجه، او بعمل لك بريكات باخر لك المشروع كثير. اذا فكره الطب دائما عندنا ما بتنجحش، بدك تشتغل في العكس. العكس برضه بينجحش اللي هو البوتوم اب. البوتوم اب شو يعني؟ انه انت تقرر اليوم تعمل حكومه الكترونيه وبدناش تسحب اللي فوق. برضه مش حيمشي. السياسات والليجل فريم ورك بمعنى هاي انا بسميها. اذا انا على فكره فلسطين بقول طريقة الميثودولوجي لبناء حكومة الكترونية اسمها ميدل اوت. لا من فوق ولا من تحت، سنتي من فوق سنتي من تحت، سنتي من فوق وسنتي من تحت. ها؟ يعني احنا بنعمل اويرنس، احنا بنعمل برين واشنج، احنا بنعمل يعني بدك تشع وتضغط واللي فوق برضه يضغط عليك شوي. هيك يعني هيك بتصير، بعدين بتصير اشياء قصة نجاح. بعدين كبهرها عشان غيرها تكلم حتى لو عليها ملاحظات مش مهم. شوي 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 هيك يعني زي كرة الثلج انجاز التعبير. بس انا بسميها الميدل اوت ميثودولوجي. بهي الطريقة بعتقد انه ممكن. بالسكيورتي لحد الان بعرف مثلا سلطة النقد تحاول تعمل بي كي اي سيستم بين البنوك، واذا عملته بين كل واحد مع لانك انت كل واحد منا بالمناسبة معك مستر كارد؟ معك سمارت كارد تماما؟ لا، تعرف انه معك سمارت كارد؟ انتم بتعرفوش؟ مش معكم كارد؟ سمارت كارد؟ اوكي. مش معكم بند؟ اه؟ بتعرفوا انه هذا لما تحطه انت في البنك بيعمل بالضبط العملية اللي شرحت لكم اياها هون؟ بالضبط هيك بيساوي البنك. فهي إذا ساوينا البنك لأنه عملية الهب الربط بين البنوك وكل واحد معاه سمارت كارد، يعني ما تقدر تكون من حل مشكله كبيره من مشاكل السكيورتي لو تصير انها انه يصير التعامل. مثلا هذه استونيا عملت هيك سمارت كارد. قبل ما يكون سمارت كارد الحكومي كان يستعمل سمارت كارد على البنك، بمعنى انه الاوثنتيكيشن يعني البنوك كانوا مربوطين مع بعض وعاملين اوثنتيكيشن سيرفر لكل المواطنين وكل واحد طبعا معاه ايش؟ سمارت كارد. فكانت الحكومه تروح تعمل اوثنتيكيشن وين؟ حتى البنوك. يعني في يعني قصدي بتجيش الاشياء هيك في شغل بس بدها شويه ضغط. بس الاعمال شو بتكون؟ يعني حتى الواحد يعني يفكر بيعمل كويري على سلطه النقد وشو انه شو وضعه بس بدون بس هلا قاعدين بيعملوا بهب. بس سمعته باخر السنه انه كان في شيء انه يعني بديش اعمل تصريحات بس يعني سمعت انه بصير الواحد يعني الكارت تبعه يمشي لكل البنوك انجاز التعبير. بالضبط. وهذا كان طيب اطار التبادل البيني اللي هو كان بالنص. هلا زي ما قلت لكم احنا هون في عندنا يعني 50 ساعه تدريبيه وهون 50 ساعه تدريبيه وهون 200 ساعه تدريبيه. بس بس اعطيكم لمحه قصيره عن اطار التبادل البيني. بتكسر ثلاث مشاكل الانتربرابيلتي بتتكسر لثلاث اقسام عاده يعني علميا. اول شيء مدى التوافق على المفاهيم المتبادله ولا لا؟ يعني انت لما ترسل لي داتا مسج رساله كويري وترد او ارد عليك
لازم نتفق بصير في توافق على المفاهيم المتبادلة ودلالات. سوري أنا غلطان، الكلمات المتبادلة ودلالات أو المسميات ودلالات. بس كمان في نسميه الأورجنايزيشنال بالعربية، زي ما ضربت لكم مثال، يعني هي القدرة الإدارية والإجرائية بين المؤسسات وتناغمها لإنجاز خدمة مشتركة. يعني زي ما قلت لكم قد يكون تعريفك لا سالم مفعول غير تعريف وزارة المواصلات اللي هي صدت يا وزارة الصحة، أو أصلاً قد تكون إنك أنت ما بتقدمش هاي الخدمة أصلاً. فيعني إذا ما فيش تناغم بين مؤسسات لا يمكن تقديم الخدمة. طب مثلاً لو جينا على municipality، أنا بضرب لي مثال هون في البلدية الإلكترونية، نفس الشيء في البلدية الإلكترونية. إذا فيش تناغم مع دوائر البلدية المختلفة لا نستطيع تقديم أي خدمة. واحد. اثنين، إذا فيش تناغم مع الوزارات، يعني تيجي البلدية تقول إنه شو في خدمات ساعديني؟ مثلا خدمة براءة الطلب، براءة الذمة. براءة الذمة من البلدية. براءة الذمة من البلدية. غيره؟ عدم مانع على المي والكهرباء، تمديد مي والكهرباء لبيت ساكن. ترخيص. الترخص، رخص الأبنية، رخص المنشآت. رخص طيب. يعني واحد مثلا واحد بده يعمل رخصة. هلا أنتم بتسمحوا له بده يعمل رخصة، يعني خليني أورجيك وين التناغم هون في المشكلة. قد يكون دائرة الصحة عندها قوانين تتعارض مع دائرة الهندسة عندها قوانين. وهي القوانين بتمنع اصلا تقديم الخدمه اصلا. او قد انه انتم بتعطوا رخصه لحدا بينما البلد يعني الحكومه الدولي لا تعطيهوش رخصه. يعني واحد مثلا مش مواطن مسح له الدين. واحد مش مواطن، واحد معاه هويه اسرائيليه مسح له الدين هون؟ بتعرفوش؟ عم اضرب مثال. هلا هاي الاشياء التناغم الاجرائي والاداري بين الاطراف اللي بيشاركوا بالخدمه لازم يكون في بينهم توافق اصلا. الشيء الثالث اللي بجوز بخصهم او بتحبوه اللي هو ايش؟ تكنيكال. يعني انت عندك اس كيو ال سيرفر وانا عندي مركب، انت عندك اكس ام ال وانا عندي تكست فايل. سي اس في. انت عندك كذا انا عندي كذا، انت بتحكي اسكي كود انا بحكي يو تي اف اير، انت بتحكي كذا. هلا بعدين مش بس هيك، ليش انا عملت لكم برين ووشنج انجاز التعبير، انه هيك بدها تصير داتا مسجز. هذا بنسميه سيرفيس ران داتا اركتكتشر، هذا احد المودلز. قد انه هاتوا نعمل بسموه فيدريتد سيستم اللي هو زي الوير هاوس او زي ال طبعا يعني قصدي انه اتس بوسيبل يعني، ولكن لا في بعض الاشياء مش ويب سيرفيسز، في بعض الاشياء لازم نجيب الداتا ونعمل سنتراليزيشن فيها، في بعض في يعني هاي ايشوز. هيك عندي سلايدز انا طالع تبع البيني. اورجيكم بس اللي انجزناه هون في اطار التبادل البيني زي النار. انه اول شيء قررنا للتكنيكال انتربرابيلتي اللي هي وين؟ هاي قررنا نحلها في تو ثينكس. اول شيء انه احنا بدنا نستخدم سيرفيس باس، اي جوفرمنت سيرفيس باس اللي هو سيرفيس ريليتد اركتكتشر، بدنا سنترلايز داتا بيس لكل الحكومه. بعدين في عندنا سيت اوف ستاندردز، بدنا نستعمل سوب مش ريست، بدنا نستعمل ويزلت، بدنا نستعمل يو تي اف اي، بدنا نستعمل هاي الستاندردز اللي بده يا عمي يحكي معانا او اللي بده يحاكي غيره يتبع هاي الستاندردز. هلا في هون خلل لهذول الشغلتين السيمانتيك انتربرابيلتي والاورجنايزيشنال انتربرابيلتي، جينا عملنا انتولوجي اللي هي الانتولوجي تعريف لكل المفاهيم والمسميات والدلالات اللي موجوده في الحكومه في كل الداتا بيسز بتاعت الحكومه.
ربطناها فيه، عملنا سجل عناوين، عملنا انتيتي سيرفر اللي شفتوه اللي هو الكودز. انا ببسط هون بصراحه الاشياء اكبر من هيك. عملنا سيرفيس ريبوزيتوري اللي هو فيه كل يعني سجل الخدمات، ليست بكل الخدمات وتعريفها وتفصيلها و و و و. بعدين عملنا سجل قواعد البيانات او داتا بيس. وداتا بيس في عندنا داتا بيس في بكبها شو بيانات؟ كل المعلومات عن قواعد البيانات الحكوميه. فبصير هون مثلا انه لما نعمل مسجز بين بعض الكل هم كومنت تو سيف اونتولوجي نفس المعنى نفس المسمى نفس المعنى نفس الداتا ستراكشر في كل الداتا مسجز هذول كله بكون معرض وهل هم جرى يعني ما فيش داعي اكمل. يعني بلش الشغل هذا هذا العمل زلنا لا هلا مثلا احنا عم نسوي داتا بيس بيتبع انك تكون داتا بيس موحده وفي ممكن عبر داتا بيس يعني انه يكتبوا مثلا في داتا بيس يعني كيف يعني تكون يعني مثلا هاي اجزاء تقنيه عندنا داتا بيس معين تشتغل اوراكل وهلا احنا مشينا بالحكومه الالكترونيه وصار عندنا داتا بيس يعني عشان نتعرف على هاي الاطار والنيمز والتعاريف هل انه احنا كمثلا وزاره داخليه او لها الحق انها تحتفظ يعني نعمل immigration يعني عندها يعني ما بيلزمش هي فكره السيرفيس اورينتد اركتكتشر والويب سيرفيسز. هلا انت شايفها هون هاي وزاره الداخليه. هلا هاي وزاره احنا ما إن هي ما بتغير ولا شيء في داخل اطلاقا ولا شيء. هذا المشروع بنسميه ادابتر سيرفر. نحط سيرفر صغير هون نسميه ادابتر سيرفر. هم بنخاطبهم بخاطبونا بويب سيرفيسز بس في احتمال يكون يعني شو عندهم؟ تكست فايل 1/8 ولا بيكتب الويب سيرفيس عندهم داتا بيس عندهم ايش ما عندهم ما حدش بيعرف ما حدش له علاقه ومش مطلوب منهم يغيروا اي شيء داخل مؤسستهم ولا شيء فيش ميجريشن ولا شيء بده تغيير داخل المؤسسه. هلا لاحظ لما يودوا رسالة مثلا شو الكود تبع أنثى في بلدنا؟ اثنين؟ أو مثلا 01 مثلا. هلا قد يكون 02 01 في وزارة المواصلات ايش؟ ذكر مش أنثى. هلا ممنوع هذا الشيء عشان نحلها كل واحد في عنده كود هو حر فيه داخل مؤسسته ولا بغير شيء. بس لما بيودي لما بيطلع من باب داره بالمسج بيمشي على الخط هذا ازرق بده يلتزم بالستاندرد بزر نار شو حاطينه مثلا اكس بده يلتزم فيه. ها لما بيوصله بيعمل مابينج لايش هو بده هلا ايش بده. فهي كيف فكره السر هذول الاركتكتشر هي اللي حلت الاشكاليه الجزئيه. في اي سؤال خلينا نروح السؤال الاخير ونروح بريك. تفضل هاي السيرفيسز ما بتتعارض مع اي تكنولوجي انه موجوده يعني مع اي تكنولوجي بتكون موجوده بالوزاره يعني مثلا افرض يعني وزاره عندها تكنولوجي قديمه يعني ما بتتعارض يعني انه نعمل فيها اوكي السيرفر استنى اقول لك شغله اصلا هم ما فيش عندهم يعني مش شرط يكون عندهم اصلا داتا بيس يعني احنا بنعمل زي سميته بروكسي مصطفى سماه بروكسي انا بسميه نسبة دارج له ادابتر سيرفر بمعنى من فيه هون شو يعني ويب سيرفيس خلينا نتفق شو يعني ويب سيرفيس؟ ويب سيرفيس انتوا كمبرمجين انا قاعد اقصد برمجه يعني نحكي برمجه شو يعني ويب سيرفيس؟ يعني برنامج يعني انا بسمي الويب مع الدقائق يعني الويب سيرفيس زي فانكشن داخل برنامج زي بروسيدر صح؟ هلا البارامترز تبعته تتوتى ب اكس ان صح؟ هلا مين اللي بيعمل اكسكيوشن؟ يعني تجي تعطيني ريكويست على السيرفر بوديها الكور بزنس بالضبط السيرفر نفسه بيعمل اكسكيوشن هذا الانبوت هلا بده يعمل بروسيسنج بنسميه البزنس لوجيك هون بده يتبع اشياء هلا هو شو بيساوي؟
بروح بجوز بجيب البيانات من وين ما كان، بيساوي اللي بده اياه، في الاخر الاوتبوت برجعه فريستارت. هون التبادل هذا هلا جوا، يعني قصدي احنا من لنا علاقه باللي موجود داخل المنطقه الزرقاء، هلا جوا نفس الشيء، يعني معنى اخر اللي بيلزم سيرفر عشان يعمل اكسكيوشن روم سيرفيسز. هلا هم وكل وزاره من عاملها على هذاك السيرفر، على الادابتر سيرفر اللي موجود هو من عاملها بطريقه حسب هم شو في عندهم، حسب طبعا مش احنا نعاملهم، هم هم بيقرروا يتعاملوا مع العالم الخارجي تبعهم من خلال هذا الادابتر سيرفر. يعني مثلا لو انا مثلا موظف وزاره الداخليه طبعا بعملش ويب سيرفيسز على الفيزيكال داتا بيس الفيزيكال الحقيقيه، بعمل عنها سناب شوت بعدله مثلا كل يوم او كل ساعه او ريبليكيشن، بعمل عنه كل او بسوي شيء او كل بعمل فيو للداتا تبعتي، لان الناس عاده بتكره وزاره الداخليه مش بتكتب الوزاره الداخليه، يعني زي البزنس تير مثلا. يعني هذا هم بصير شيء داخلي، بس عشان اذكركم هذا بسموه انتربرايز سيرفيس بس في عالم البرمجي، هون احنا بنسميه اي جفرمنت سيرفيس بس، بس هو انتربرايز سيرفيس بس ستاندرد. طيب ناخذ بريك، يعطيكم العافيه.